صح؟ هم عندهم هم بلو سايد يا. انا مش عارف، انا حاسس ان البانز شويه ممكن، انا مش متفق مع ادم شويه، انا حاسس ان توم كينش ممكن يتشال، اتروكس يتشال، مورديكايزر يتشال، ما اعرفش مين هيشيل، ما اعرفش اني تيم اللي هيشيل البانز دي، بس اكيد يعني بالظبط ثريش اوت اوريدي، اظن ان هيفولو اب مع توم واتروكس، ما اظنش احنا نشوفهم في الجيم. وكلد اوريدي اي 9 طلعت، شوف هاي اولف ادهم ميكينج ستريك حتى الان، ادهم بالظبط، ادهم كل البيكس اللي قالها ده حقيقي. لا ماتش الايريلي نسيت تشامبيون صراحه، هي ايريلي بس اللي متقاله من غير ما انا كاتب، اسمع كاتب علي قبل ما نبلش بس نسيت من غير ما احنا عارفين ايريلي دايما قدام جي كي لازم تتبنت، لان سايفر بيلعبها هيوج بيها، فما ينفعش تتساب الا لو انت بكيت فيرست بيك، وعارفين ان اي 9 ما عندهمش ايريليا مين بلاير يعني ليو احيانا بيلعبها، انا بتهيألي لا التاني كان بورتنور، انا متفق ما بين ليو بورتنور، لكن سايلاس بان في الايرلي كده توقعك ايه؟ عشان كده عايزين ياخدوا حاجه ايرلي قويه، هو الباص بتاعه مانا شويه مانا. جي كي عملوا نفس البانينج، نفس البانز اللي عملوها ضد اي 9 لما خسروا ضد اي 9، ف قرار غريب. الجريفز اوبن، اتوقع انه اي 9 راح يختاروا بكير يعني، بس الليسن كمان اوبن، اتوقع يا اي 9 يختاروا الليسن فيرست بيك، او انهم ما يختاروش جنجل فيرست بيك بس عشان يحطوا تشانس انهم يلعبوا جريفز، عشان بعرف انه اي 9 بيحبوا يلعبوا جريفز. هاي جريفز والله خلاص، اسمع بدي بطل احكي، انا كل شيء بعلي راح يشتغل. انت غلط، ممكن تقول لنا الجيم هيمشي ازاي؟ اوكي هكرم انصر لجريفز، ايه رايك ده؟ هما الاثنين كلير جونجل، وهيكرم ليلي ايرلي جانكس اكثر شويه من جريفز. عايز شو شيل كمان، شو قلت لك ليش راح يكون ايرلي كونتستد؟ هيو ها هيو انا شايفه. انا مش عارف البيكس بصراحه رايحه لفين دلوقتي، انا يعني ادهم عنده نولج اكتر في الناحيه ديت، فانا سايبها لادهم بصراحه. تفتكر ايه ادهم بوتلين دوت يبقى عمالي بقرا بوتلين دوت؟ تفتكر ممكن يروح لفين؟ رد على لوشن مثلا، بروم ممكن، بروم نشوف هلا. بس إذا اختاروا اي 9 بروم ممكن جي كي يختار ركان، بس الفكره انه اذا تركت بروم لوشن جي كي على الاغلب راح ياخذوا بروم ويبندوا ركان، فيفضل انه اي 9 عادي يضحوا بالشغله وياخذوا بروم. بس لا المشكله اذا اخذت بروم ممكن ياخذوا نامي لوشن نامي. يس من الناحيه الثانيه كمان ان ناتلس. اوكي بروم، اوكي لوشن بروم، هلا حنشوف الغالب. يلا بيك بروم جي كي الغالب. والله لا احسس ان هم بيبقوا قاعدين مستنيين يشوفوا ادهم بيعمل ايه، ويقول لك احنا ما عندناش كوتش ونستنى ادهم ونحن نامي، مش قاعدين يختاروا النامي ضد 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 احنا سامعينك، احنا سامعينك ادهم، بيقول لك احنا سامعينك. انا حكيت نامي او بروم بس ما توقعش نامي از جود اكزاكتلي. لا هو بيقول لك احنا سامعينك، انت قلت نامي. اوكي حبطل احكي، اوكي بتشغلش الشتيمات، انا اسف ماي باد. اوكي دلوقتي احنا بقى لنا التوب لين والبوت لين في التو تيمز، فالبانينج دلوقتي هيبقى فوكست عليهم يا جدع. البانز هتبقى احنا اوريدي بكينا الجانجلرز والبوت لينز، احنا كده عايزين البانز بتاعت التوب. انا لسه على قراري ان اتروكس اظن هيتشال، هو وتومكنش ما اظنش. ده من اي 9 يعني صح؟ من اي 9 بالظبط كده. اما من ناحيه جي كي انا ما اظنش، ان اظن ان هيبانوا لوبلاند منهم، بانوا كاسوبيا اظن البانا الجاية ده. بس هو لو عايز يبان البلانك اعتقد دي ممكن نشوفها من اي 9 يا ادهم صح؟ ان احنا نشوف البلانك بان، ولا هتتقلل احسن؟ الفكره انه اي 9 ما عندهمش رد للبلانك كتير، بس بنفس الوقت جي كي عندهم رد للبلانك اللي هو ليساندرا، وهي الاتروكس بان، عملوا اتروكس بان بس سكند روتيشن. الفكره انه السكند روتيشن از نوت باد، بس انا بحس انه جي كي عندهم الفرص انه كانوا يختاروا اتروكس بكير، بس كان طبعا بروم الفاليو تبعته اعلى يعني. اتوقع انه مع الاتروكس ممكن نشوف ست بان من اي 9 وجي كي بنادو كاسدين، ما دام بنادو كاسدين معناه انهم حيختاروا ممكن زوي، ممكن جي كي يختاروا زوي، ممكن جي كي يختاروا زوي او ولا اوريانا ممكن شوية. اوريانا ممكن، بس انا الصراحه اتوقع ما اتوقعش الاوريانا، اتوقع سندرا او ايش حكيت الشامبيون تاني زوي هون ممكن نشوف الست بان اتوقع من اي 9. يلا بان ست ست انا بتهيالي بان ست او مورد، بس اي دونت ثينك مورد از جود، اي دونت ثينك مورد بان از جود، اي ثينك ست احسن. اي ثينك سندرا اكشلي، انا كنت متوقع جي كي حيلعبوا سندرا، يلعبوا سندرا صح، هم بندوها، فلا ما ضلش لجي كي غير اوكي. هم حبوا ان هم ياخذوا منهم
الفكره انه اي 9 ما عندهمش رد للبلانك كثير، فاتوقع ممكن ياخذوا اكالي هون. مظبوط. وي 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 نايس انسر، ذاتس ا نايس بيك، هاي مفاجاه. ويت از ات جونا هابن؟ ممكن يختار مورديكايزر. ليه لا؟ عشان جاجنت هو واحد من الستار بلايرز تبعهم، فيختار مورديكايزر. ملزهار حتكون صدمه لإلي صراحه، يعني حكون متفاجئ. أليساندرا الاثنين حلوين، الاثنين تقريبا قريبين شويه من ملزهار. ما شفناه جاجنوت الصراحه. وباي ذا اخر مره شفنا جي كي بيلعب ضد اي 9 البلانك ضد ليساندرا ماتش اب، ليساندرا فازت، فممكن ما بعرفش ايش حنشوفها. ليساندرا مع جاجرنوت؟ ليساندرا مع، لا ليساندرا مع سايفر. اوكي دوتا كنت بتقول ايه؟ على جوان كمان مع الباتش دوت، هي في الغالب هتبقى قويه قوي في التوب لين جدا. قرر انه يغير تومكنش. انا مستني، انا مستغرب هو ليه ما حدش خد تومكنش لحد دلوقتي برغم ان هو متساب مفتوح. بيك في التوب لين قويه جدا جدا جدا. تومكنش بعد التغيير اللي حصل له، انا يعني اني تايم توم اوبن جو، ليه لا؟ لان كمان مالوش انسر كبير في التوب لين، ما اظنش انه ليه انسر كبير في التوب لين. هو ستة شغال عليه، بس برضو لما شفنا الماتش ده من كذا بلايرز قبل كده برضو تام كانش كان بيكسب. بس ادهم كلمنا عن ست ووفو. انا حكيت انه اينا لازم يبندوا ست، اي ثينك جد كان لازم يبندوا ست، عشان اخر مره بالرش تورنمنت هذا كان يعني هو اللي فيه كل المعلومات. يعني ووفو لعب ست ضد ليو تام كانش، ووفو ديسترويد ليو الصراحه. يعني الفكره انه هاي الماتش اب مش هحكي عن ووفو ست ومش عارف الكلام ده مش قبل يومين. اي سي صح؟ لا قبل يومين بالرش تورنمنت. اني هلا مش راح احكي عن ووفو ضد ليو ماتش اب، هحكي عن ست ضد تام كانش. الفكره انه ست بيقدر يفوز على تام كانش الماتش اب طول ما انه هو حوالين المينيونز، عشان لما انت تكون حوالين المينيونز التام كانش مش هيقدر يصيبك بالتانج لاش تبعته بسهوله، فحتخليك دائما تقدر تفوز التريد، عشان لو ماتر هو ماتش تام كانش بيعمل معك تريدز دائما عندك انت الفيس بريكر تكون كفايه انك تعمل بلوك للجزء الثاني من الدمج. فيس بريكر هي دبليو صح ولا انا غلطان؟ انا بحاول اتذكر بس اسمها. هو دبليو هي اللي بتعمل ترو دامج، اسمها ايه؟ انا مش متذكر. ايوه هي ميكر. اوكي كلهم بيشبهوا بعض اذا فيس بريكر هي. لا هذيك الاي صح. اوكي انيويز الهي ميكر تبعته هي من اكبر الكاونترز لتام كانش، عشان اول شيء بتعمل ترو دامج بالنسبه للتانك، ثاني شيء ست الفكره انه انت تام كانش هو تشامبيون كثير منيح بالتريدز، بس ست عنده الدبل اوتو اتاكس. تام كانش بده يحاول يضربك اوتو اتاك، هذاك بيضربك الدبل اوتو اتاكس، عشان هيك دائما عنده الابيليتي انه يقدر يفوز التريدز. فانا صراحه بشوف انه الماتش اب صراحه لست، ولكن تام كانش لما يكون كومبايند وذ جريفز ست ممكن يكون بخطر كتير. يعني باللحظة اللي تام كنش بيقرر انه بس خلاص يعمل اول ان على ست، لما يكون جريفز معاه على الاغلب ست حيكون ميت. فالماتش اب حتكون سهلة بالنسبة لأوفو ك1 في 1، بس حتكون صعبة شوي بالنسبة له ك1 في 2 اذا قرروا يعملوا له كاب، عشان احنا نعرف انه أوفو من اللاعبين اللي بيلعبوا كتير اجريسيف، كتير من المرات بيموت بسبب هاي الشغلة يعني. طيب لو عايزين نتكلم على الاول، لو عندك اي حاجه تقولها بالنسبه للينزيا ضد ده، وبعد كده بقى ابدا كلمني بقى على الماتش اب بالنسبه للتو تيمز بشكل عام، او ممكن انت تاخد تيم وادم ياخد تيم، ولكن بنتوقع ان غالبا هيكون في بوز في الجيم فبراحتك يعني. بس انا اللينز مش هتكلم عليها بشكل كبير، لان انا صراحه في الاي اي سي بالذات ما ببقاش عارف اختار مثلا حد كونستنت بشكل ان هو خلاص ده اقوى في اللين. بالعكس في على طول مفاجآت، في على طول حد بيبرفورم حلو قوي وحد ممكن يكون واقع النهارده مش مؤدي بشكل كويس. فاللينز مش عارف بصراحه اتكلم عليها بانهي بشكل محدد، ممكن اتكلم اكتر على البيكس والتيم كومب اللي موجودين قدامنا دلوقتي. يعني اي 9 مثلا البيكس بتاعتهم حلوه جدا، ليكينج ديسنجيج شويه، بس التيم فايتنج بتاعهم قوي جدا، الليننج فيز بتاعهم سيف هادي، يقدروا يفرموا، يقدروا ما يريسكوش ايرلي بلايز على الدراجونز او الاوبجكتيفز حسب الاول 15 دقايق في الجيم هيمشوا ازاي، تقدر بعد كده تحكم في الكولز بتاعت المابا تتحرك فيها ازاي. الناحيه الثانيه لجي كي اظن انهم معاهم ادفانتج في اللينز اكتر من اي 9، وممكن هما اللي يبقوا مكنترولين الماب في الايرلي وعاملين واخدين اوبجكتيفز في الايرلي برضو.
وبعد كده في التيم فايتنجز، في التيم فايتس الفرقتين كويسين قوي في او في الكوردينيشن بتاع التيم. فما فيش، مش لاقي كي بيك، مش لاقي حد ممكن يكون مثلا قال فوكس هيبقى على دوت هيخسر، او دوت ممكن يبقى مشكله، او بالعكس التيمين كوردينيشن بتاعهم حلو جدا، البيكس حلوه جدا، ما فضلناش غير ان احنا نشوف اللعيبه هتقدم ايه. اوكي يا ادهم، هتمشي الجيم بلان بالنسبه للتو تيمز ازاي؟ ابدا بي 9. اوكي ممكن ابدا بجي كي؟ لا بي 9. اوكي حاضر. اوكي هنا نقطه قوتهم هاي الجيم انه بيقدروا يركزوا على التوب لين بسهوله، وعندهم كاتش بوتنشال كتير منيح مع الاش زائد لساندرا، وعندهم الفورمان القدره انهم يعملوا فورمان بالليساندرا جريفز كومبو كتير قوي من ناحيه البوت لين. سوري انت بتقول توب لين وبعد كده قلت ايش، فاش ان هي تلعب الالتيميت بتاعها على توب لين مع رومان جليساندرا؟ لا 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 عموما بقى اوكي تمكنش زائد جريفز ذا جود كومبو، عشان بيقدروا دائما يسمحوا ل يعني لقينا انهم يعملوا كاتش على وقوفه من ناحيه لاندنج فيز. بنفس الوقت اينا عندهم سي سي كبير اللي هو ليساندرا زائد اش، وبيقدروا يلعبوا فور مان بالبوت لين من خلال انه يعني حوالين الدراجونز بالجريفز ليساندرا كومبو مع الاش، عشان بعد الليفل 6 لما الاش يكون عنده الكاتش بوتنشال ليساندرا دائما تقدر تعمل فولو اب. اوكي من هاي من نقاط قوه اي 9. والتيم فايتنج تبعهم كثير منيح صراحه، بس بنفس الوقت خطير انك تلعبه عشان اش فيش لها اي بروتكشن، اذا تمكنش قرر يحميها، واذا تمكنش قرر يحميها فيش عندهم فرونت لاين يقدر يشتري وقت للتيم تبعه انه ما يعملش عليهم فول انجيج بالست والهيكر مالتي. هلا نيجي على فاتوقع تيم فايتنج تبعهم حيكون صعب شوي. هلا من ناحيه جي كي، جي كي عندهم ويننج ماتش اب بالتوب لين ك1 في 1، اي ثينك الميد لين باي ذا واي بلانك وينز اجينست ليساندرا لحد الليفل 6 او الليفل 7. ليساندرا منيحه ضد البلانك ليتر اون مش ايرلي جيم، مع انه بتقدر تعمل اوكي الدبليو تبعتها للدبليو، بس لساتهم التنتين حيلعبوا. اذا جاجرنت لعب افتر شوك ما راح تساعده كثير، وانا انتبهت من المره الماضيه جاجرنت لعبها افتر شوك، بس لعبها الكتروكيوت ليساندرا بتقدر تفوز ايرلي جيم. بس انا بشوف انه خلينا نحكي انه الماتش اب ايفن، بس الفكره انه كتوفي 2 لبلانك زائد هيكرم بيفوزوا عشان جريفز ما فيش عنده سي سي كفايه انه يعمل فولو اب للسي سي تبع ليساندرا، عشان طبعا حتى لو عملت سي سي على بلانك لبلانك حتعمل دبليو باك يو كان دو اني ثينج. فمن ناحيه الميد لين بحس انه يوسلس، حيكون عباره عن كونتست للبرايو إن عشان تقدر تلعب حوالين التيم. من ناحيه البوت لين انا بشوف انه جي كي عندهم هيوج ادفانتج بسبب البروم. انا حسيت انه اينان كان لازم يختاروا بروم، هدولك يختاروا نامي وخلاص يلعبوا للتيم فايتس، على الاقل يقدروا يحموا الاش. بس ما دام معهم ناوتلس فيش حدا بيقدر يحمي الاش، البوت لين عنده يعني تبع جي كي حيفوزوا بطريقه كتير كبيره. من ناحيه الماتش اب ممكن اينان يفوزوا ما بعرف، بس الشغله المهمه اللي حاب اركز عليها انه زي ما حكيت اينان عندهم كتير سي سي صح، اللي هم اش زائد ساندرا. راح نشوف هاي الجيم ميركوري تريدز من البلانك بكير، هنشوف انه منها كروبتنج بوشن زائد ميركوري زائد ممكن ميركس اول ايتم، فهذا راح يسمح للبلانك انها تقدر تعيش بالتيم فايت، عشان طبعا اش من الشامبيونات المنيحه اذا تقدر تروح ميد بعدين تعمل كاتش على البلانك، فهذا الشيء ما راح نشوفه يصير كثير. من ناحيه التيم فايتس جي كي عندهم ادفانتج كثير كبير عشان الاش زي ما حكينا فيش عندها بروتكشن، الا تمكنش حاول يحميها اذا ما عندكش فرونت لاين يقدر يوقف التيم اللي ضدك. يعني ناتريس از نوت انف طبعا احنا نعرف، وحتى ليساندرا اذا كانت تشتري وقت بالالتي تبعتها معناه انه هي هيك ميته، عشان ما فيش فولو اب اصلا من اي 9 يعني كدامج. فانا صراحه بشوف انه من ناحيه تيم فايتس جي كي عندهم ادفانتج، من ناحيه اللينينج فيز جي كي عندهم توب زائد بوتلين ادفانتج، ولكن من ناحيه ال2 في 2 اي 9 عندهم ادفانتج من ناحيه على الاقل بالتوب سايد. من ناحيه الفورمان رومينج اي 9 عندهم ادفانتج، من ناحيه الجنجل كنترول اي 9 عندهم ادفانتج. فاي 9 اذا بدهم يفوزوا لازم يحاولوا يفيدوا الجريفز تبعهم، يحاولوا يتحكموا بالانمي جنجل، يحاولوا يحطوا وورز بالانمي جنجل، ويعملوا كاتشز اكثر من انهم يعملوا تيم فايتس. فحتكون شويه الاوبجكتيف كنترول الدراجون كنترول حيكون تريكي شوي بالنسبه لهم، عشان زي ما قلت ال5 في 5 عندهم صعب. جي كي جست بلايد اول حاجه قبل ما تكمل على الجنجل ادفانتج دي، بالنسبه للفيجن والكلام ده بيبقى سهل جدا على اش ان هي تستخدم الاي بتاعتها ان هي تجيب الفيجن او انا قصدي ليتر اون، مش انه اول جيم يعني طول الجيم ده بلاكس ده، كل ما الجيم بيمشي احنا بنشوف الاش الاي بتاعتها اكيد. بس هي مش كفايه الفكره انك انت بتحطش الوردز عشان بس انه الانمي جنجل هناك، لا انت عشان تقدر تعمل كاتشز، هي الفكره انه انت بدك تحاول تعمل كاتشز، فانه انت بترميش الاي تبعت اش بعديها بتقعد تحكي يلا على الفيجن تبعت اش الثلاث ثواني لازم نحاول نعمل كاتش، لايك دازنت ميك سنس، فاهم كيف؟ ممكن تستعملها عشان تشوف انه
اوكي مش عم مش عم بست مش عماله بيستنانا بنقدر هلا نحط وورد فممكن تساعد صحيح. هلا من ناحيه جي كي كل اللي بيحتاج يعملوا انه اذا البوتلين تبع اينا تبع جي كي كان عندهم ادفانتج بيقدروا يعملوا دايف بسهوله عشان احنا نعرف انه اجواد كثير بيحب يلعب حوالين البوت سايد لما يكون معاه كريم. تاني اشي انه الفايف في فايف تبعهم كثير منيح بيقدروا يركزوا على هذا الشيء كثير. وانا بصراحه بحس انه جي كي ممكن يكون عندهم دراجون ادفانتج اذا ليساندرا ما كانش عندها ميدلين برايو. اذا ليساندرا كان عندها ميدلين برايو طبعا اينا يحكوا عندهم دراجون ادفانتج. بس ما دام انا ما اتوقعش انه ليساندرا حيكون عندها برايو ايرلي جيم, اتوقع انه جي كي حيحاول يلعب حوالين البوت سايد طريقة كتير كبيرة وE9 حيحاول يلعب حوالين التوب سايد. أنا في شغلة كمان انتبهت عليها إنه E9 مستعدين يضحوا بكتير أوبجكتيفز بكتير دراجونز, فممكن نشوف هالإشي بصير إذا جي كي حاول يفوز البوتلين. فجي كي لازم يحاول يفوز الليننج فيز أكتر بعدين عشان يقدر يفوز التيم فايتس. E9 لازم يحاول يعملوا كاتشز بالميد جيم. فأنا بصراحة بشوف إنه الدرافت تبع جي كي أسهل الإكسكيوشن تبعه, فأي ويل فوت فور جي كي. ريحتك يا أوكي. إيه رأيك؟ انا هفولو مع ادهب موازن جي كي يعني اول جيم هيروح الاثنين للجي كي. اوكي انا مستني اشوف لان بصراحه اداء كريم لما شفناه باش لما كان بيلعب قدام فوكس كان بصراحه تحفه جدا. الالتيميت بتاعته كلها كانت اون بوينت, فهل فعلا هيعرفوا يعملوا كاتش زي ما ادهب بيقول ولا لا؟ فهنشوف الكلام ده على طول في الجيم دلوقتي. هنروح على طول للماتش اخيرا بعد ما البوز انتهى, بقى لنا تقريبا نص ساعه بنتكلم. فهكون معانا النهارده في كاستنج ان شاء الله بلاي باي بلاي هيكون دي مزيكو معايا في الكالر كاستنج سورنيد. سورن ما هو هيقول لي, هو هيقول لي بس يلا بينا على طول نروح ليكم نتكلم يا ثانك يو يا نيو فولدر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيرست جيم من هذا النصف النهائي في الاي سي سبليت 3. معكم دي مزيكو, ساكون معكم في البلاي باي بلاي ومعي واحد من احسن الاناليست والكولرز معنا في الاي سي بيتر دمشلافي باي ذا واي تورنت ويلكم بيبي. لي الشرف طبعا اول مره مع زيكو يا شباب, فاليوم ان شاء الله يعني يكون يعني very fun for both of us مع بعض احنا كأول مرة ولكم ان شاء الله كمتابعين. وبالنسبة لنيو فولدر نقولها هذا وي تبغى تقولها مش حيفرق معايا بعد كده, خلاص عادي خذ راحتك وان شاء الله يعني كلنا نتفرج على مباريات جميلة وحلوة. يعني best of five كبير, E9 عندهم potential مرة كويس, عندهم يعني بدأوا بداية السيزون هذا بستايل كان شوية ما هو مرة كويس وبدأوا يتحسنوا مع الوقت وشفناهم هو بدأوا يفوزوا في الفترة الأخيرة. فأتمنى أشوف مباراة ما هي one sided يعني أو مباريات ما هي one sided فيها خدوا عطا كثير, فيها ماكرو حلو, فيها مايكرو حلو, كلنا ننبسط و get hyped ونستأنس. وأكيد طبعا led by ديمازيكو إن شاء الله, فأنا متأكد أنكم حتنبسطوا ما فيها كلام يعني. اكزاكتلي طبعا صراحه اللي زاد هذه المباراه هايب وحماس هو فوز فريق اي 9 على جي كي في نهائي بطوله رشا جس 2-1. سو لن نرى وان سايد جيم, لن نرى 3-0 اليوم, سنذهب فور شور الى الجيم 5 يا طارق ان شاء الله. هو ما كان النهائي لسه, هو السيمي يعني او الكواليفاير, بس في كل الحالات دام فازوا عليهم في احنا كنا دائما متوقعين انه والله في بيست اوف وانز اي 9 ممكن يكون عندهم شويه ادفانتج بسيطه يقدروا يفوزوا لانه السربرايز اللي من دائما موجود. بس في البي او 3 والبي او 5 الكلام يختلف, الميتا تختلف, النظام يختلف, الناس اللي كان اداب بيتر. وهذه كانت بيست اوف 3 فيمكن اول مره نشوفهم فيها ادوا فيها اداء كويس. بس اليوم فعلا اتوقع جي كي يعني مبدئيا يكون عندهم الافضليه عشان عندهم الخبره, عشان عندهم الافضليه في الخبره, عشان عندهم الافضليه في جزء من اللاعبين في الاستراكشر. بس هذا ما يمنع انه اي 9 يورونا اداء جميل يخلونا نبسط نشوف فيه سبرايزز ونشوف فيها ابسيتس. احلى شيء انا اتفرج عليه او ممكن اشوفه صراحه في 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 في, في اجيام على المستوى هذا الابسيت سبرايز, الفريق اللي هو الاندر دوغ يفوز على الفريق اللي هو الاوفر دوغ. وخلينا نشوف كيف المباراه تمشي زيك اكزاكتلي. وهنا بدايه المباراه هي طرد. يلا الاولاد فريق التونسي ضد الفريق السعودي. فريق اي 9 سيحاول ان يتفوق على فريق جيكي الذي خسر مباراه واحده يقس في هذا سبليت كان ضد فريق فوكس جيمنج. ستكون مهمه صعبه فور شور لفريق اي 9, لكن صراحه لا شيء مستحيل ضد دين ضد لي وضد جاجرنوت وسكريم ولقميس في هذه البوت سايد. اي 9 فازوا برضو يعني كان في اكثر خسارتين, واحده من فوكس وواحده من اي 9, وفي يعني سكريمش صغيره كذا بس يعني حبوا يبداوا الجيم بسلام وبوسه كذا. احنا نقول سلام عليكم اول ما نتقابل هم كذا يسلموا على بعض. اتس ا جود ستارت. قدر ياخر يعني اعطى نفسه فرصه انه والله ياخر دين حبتين ات ليست نوت تو ماتش, بس اقلها بدايه موفقه للشباب. طبعا خلينا الشيء الوحيد الشيء الاساسي اللي نبغى نتكلم عليه في الجيم هذا, شايف اجواد حبادي في التوب سايد في البلو سايد ورايح البوت سايد بما انه عندهم البوتنشل انه يجيبوا كل في البوت. احنا
لوسيان عامه از تشامبيون از ان ايرلي جيم تشامبيون، فتبغى تعطي له از ماتش ادفانتج في البدايه ما تقدر، على اساس والله الادفانتج هذه جت ترانزليتد انتو والله ميد جيم باور سبايك كبيره. نفس الشيء لو تلاحظ دين برضو بادئ من التوب سايت على اساس عنده بيك. او ماي جاد، وينو اتش بي سايفر دقيقه 41 ثانيه وسايفر بيزيكلي از وان اتش بي في هذه الميد لين. اظنهم ردوا له اياها يعني اوكي يو هيت اور جنجل احنا ويل هيت يو باك، ولا حنرجع لك اياها بصاع صاعين يعني. ف جوينج باك تو الجنجل لقينا برضو دين بادئ في التوب سايد ونازل على البوت سايد عشان عنده الكل بوتنشال اللي موجود مع لوك ميس طبعا بناتلوس. ناتلوس اذا سوى انجيج على اي واحد كان ممكن يكفشوه اند ذي كان كاتش من ذي وفول. طبعا الاثنين كلهم الجنجلرز فول كريل جنجلرز، فحيبداوا من فوق حينزلوا لتحت وبعدين حنشوف الروتيشن كلهم يبغوا يوصلوا ليفل 6 على اساس شايف ليفل 2 ادفانتج في البوت. يس اكزاكتلي، ليفل 2 ادفانتج عند فريق جيك. مين وايل الهيميكر في التوب سايد من طرف ووفو يعمل الكثير من الثرو دامج على ليو بهذا التام كينش، لكن اي جس تام كينش از فيري هيلتي. مين وايل نرى اجودي تقدم من الجينوس طرف هذه الميدلين على جاجرنوت وديه الهيكر من ديه الاي داشين من طرف الاسد سايفري مس تشين فلاش ينقل من طرف هذه البلانك داش ان اجل من طرف الاسد اجودي تقني موجود من طرف جاجرنوت سيهرب ولا لا. نايس بلاي صراحه من طرف هذا البلاير وفلاش اوت انسج من طرف هذه ليساندرا يبقى سايفر انا في التشيس، لكن دينيز كامل لمساعده هذا الميدلين رياس دينيز هير سكون اضغطك من طرف هذا الجريفز وما بين 3 في 3 في هذه البوت سايد تورن. ممكن اوكي شوف جاكونت هوك من طرف الاستاذ لوكميت على سايفر فاضي يسحب لك الاجنايت موجود اسدن موجود من الفاسيف خاص بطرف برامو فايلي ديستورشن من طرف سايفر لكن الكيل سكيورد لهذا السبورت لطرف صالح الاستاذ اجود يبقى جاكونت فاضي يسحب لك لديه داش اوت من والفولو اب موجود من طرف الاستاذ اجود وفاينلي 1 4 0 لصالح الفريق السعودي. جدا جميله البلاي اللي بدات صراحه رزيكو كانت يعني انجيج من سايفر وحاول يجيب فيها التشينز هي مستر تشينز مع الفلاش حقته فما قدر يسوي استنى على جاكونت. جاكونت لعب الكلو حقه بطريقه مره كويسه وشايف في 3 مان في البوت. اوراي برو نشوفو دايف على الاستاذ كريف ودي سبع عليه سلور بوك موجود تي بي موجود داش من طرف الاستاذ اوتاك موجود طرف ميميكو فايلي كي سكيورد هذا اللوشن يبقى انا جاجنوت في التورشس موجوده على هذا الاجود اوف فايلي كي سكيورد وان فرونسو فارق انا مش على عليك يا مدرب حاضر من طرف الاستاذ جاجنوت ولقمت هو موجود ايضا في تشيس لكن فاينلي سنتهي بي 1 فور 1 ونايس صراحه موف من طرف هذه الميدلينر. فعلا الروتيشن بدا صراحه بطريقه مره حلوه بما انهم قتلوا يعني اوريدي لوك ميس ما كان موجود وشايفين اش في البوت فنزلوا 3 مان بوت. انا في التوب سكريمشز حتكون يعني زي كذا كلها شويه ضرب يعني ما اظن في احد حيكون عنده فيكم بوتنشل على الثاني زيكم بس في انجيج في الميد كان في كونفيس صراحه في هذه الايرلي جيم داش من طرف الاستاذ دي لكن داش ان اوتاك موجود من طرف ميميكو موجود من طرف ميس لكن اتس غانا بي تو ليت ان سكريم موجود بالدبليو بي البوك موجود 1 اتش بي مشعل فلاش ان اوتاك موجود من طرف الاستاذ سكريم على ميميك فاين ياخذ الكيت قانا 1 فور 1 شين موجود من طرف الاستاذ سايفر داش من طرف اجود على الاستاذ سكريم في وضع سبب في الباك لاين وتجي بي 2 فور 1 بقى نتاكنت فور 7 2 بي 2 موجود مش لقميس هو ايضا لقميس يحاول يفعل شيء هوك موجود على هذا الاستاذ سايفر لكن صراحه تو تانك بين البلاك اوتاك موجود من طرف الاستاذ اجود على جاجرات سيكون تشيس على هذه ليساندرا لقميس ليس يستطيع ان يفعل اي شيء واجود بالاوتاك بالكيو والموضوع داكس كون كابي اللي اخذ الكيل على الاستاذ جاكرات لكن الباسيف موجود من طرف الاستاذ لقميس ويعمل زنجيش ويل بلايد فيستا ما يبغى يوقف الشباب يعني فايت اندر فايت ورا فايت نون ستوب طول الوقت من دون ما يفرم الشباب دقيقه 4 والميد لينرز ما عندهم الا 16 فارمر يعني اكشلي يعني قضوا 3 4 وقتهم they are chasing after players they are trying to fight. ضيعت تي بي حق جاكرنات في البوت على اساس يساعد الشباب في البوت وياخذ كل على اجواد في نفس الوقت اول ما رجع الميد لين لقينا فايت مره ثانيه اخذوا فيها ادفانتج جي كي. جي كي يعني واحده من الحاجات اللي برضو قالها ادهم كنا ياسين نسمع في الاناليست ديسك انه والله الايرلي جيم والتيم فايت بوتنشال اللي موجود عند جي كي افضل مره كثير فالمفروض يعني اتليست اي 9 يحاولوا في البدايه انهم they don't contest يعني they don't do these major skirmishes بطريقه كبيره على اساس الايرلي جيم ديفينتلي لجي كي عندهم الادفانتج فيه فياخروا الجيم شويه سكيل بالطريقه اللي بيسكولها. طبعا جاجرنت المفروض يوصل للمرحله اللي والله يقدر يقتل فيها يعني لبلانك وطبعا بعد ليفل 6 هي ستارتس جيتينج مور ادفانتج. نفس الشيء اش نبغاها تسكيل نبغاها تجيب الويتسند وخلينا نشوف البدايه هنا هذه الفلاش اللي ضاع فيها التشين وعشان التشين ضاعت شوف الكلو اللي سواها صراحه جاجرنت على الجهه اللي في اليسار وبعدين راح على اليمين وبعدين هي مانجت فلاش الصراحه مره بلاي حلوه من جاجرنت فايف هيد فيري نايس مانجت يضحك على اثنين يجلهم بدل ما قسموا الشباب الشغله بس المشكله اللي صارت هنا الانجيج اللي صارت من لوكميش جاجرنت اوريدي ما عنده يعني ما عنده الادريس حقته ما عنده ولا شيء غير الكيو حقته فهي واز اوفر اجريسيف منه صراحه وتعاقب عليها وقتله وفي نفس الوقت ان جي كي برضو اهو يعني إلا الله كانوا حيكتروا جاجرنت في نفس الوقت عندهم فرصة شافوا آش في البوت سووا روتيشن على البوت مانجت تو كيل آش شفنا تي بي من جاجرنت تي بي هذا من جاجرنت قدر ياخذ فيه كل على أجواد which is very good وفي نفس الوقت مش عارف سووا أوتو أتاك بالغلط عليها أنا شايف زحمة كان في الوقت سووا أوتو أتاك بالغلط على 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 جاجرنت وأخذ التور أجرو وهي مانجت تو جيت أوت فأوفرول صراحة يعني إتس إتس أدفانتج لجي كي ما فيها كلام ونشوف الأدفانتج هذا إيش حياخذوه إيش حيسوي
اكزاكتلي صراحه الكثير من الريجيم سكريمش زي طورن في هذه المباراه، وهذا الشيء صراحه الذي يريدوه فريق كيكي لديهم الهيكاريم تو سترونغ اورلي جيم، لديهم البلانك، لديهم اللوشت كما قلت هو اورلي جيم تشامبيون، يعني يريدون اخذ هذه السكريمش، يريدون اخذ هذا الادفانتج على مستوى الاورلي جيم، يستطيعوا ان يفعلوا سنو بول ويصلوا الى الميد ايفن ليش جيم ويكون لديهم انف ادفانتج ليستطيعوا ان ينهوا هذه المباراه. من وايل فريق اي 9 يريدون ان يحصل هذا الدين على ايتمز، يريدون جاجرنوت ان يحصل على ليفل 6، يريدون سكريم ان يكون عنده اتليست 1 ميجيك ايتم الذي يعطي صراحه باور سبايك كبيره بهذه الاش. سو وي غات تشيل ا بيت بالنسبه لفريق اي 9. اظن من مصلحتهم يعني جي كي حاليا في الوقت الحالي بما انهم عندهم 2 تي بي ادفانتج سواء في الميد ولا في التوب، انه دي دو ا بلاي يعني في البوت. شايف اهو جواده هو نازل في البوت، شايف ريست من ناحيه جي كي في البوت، في نفس الوقت اول ما حيرجعوا لين المفروض انه دي ورك تورز انه يكون عندهم سلو بوش صغير، نلاقي ميجر تي بي ادفانتج في البوت لين وفياستا حلوه يعني بالنسبه لي. اكشلي سايفر استخدم التي بي حقته عشان يرجع في الميد عشان تو مينتين الادفانتج، بس ما زال ووف عنده تي بي ادفانتج اللي ممكن يستغله ينزل بيه على مسوي فريز، يعني هيز مينتينينج الويف حقته بطريقه مره كويسه في التوب، فهيرجع لين من دون ما يستخدم التي بي سبوزدلي. اكشلي سوى سواب الشباب على اساس اهو الهيرالد جاي دحين في دقيقة 8 يصير عندهم اتاك، ولا ننسى زي ما قلت لك عندهم تي بي ادفانتج اوف وعنده تي بي ادفانتج على ليو احتمال وفي انجيج اوكي. دين فاضي صاب الجوست برك من طرف الاسد جوت ستيل موجود على دين فاضي صاب الاجنايت موجود الباسيف من طرف البراوم لوت هذاك موجود من طرف الاسد وستكون الناف، لكن مش على الوذي ياخذ الكيل بالاجنايت تشيك ورا تشيك وكيل سكيورد لجي كي في هذه البلو سايد. المفروض بالنسبه لنا كذا هيرالد ببلاش ما فيها كلام، فيري نايس يعني يعني شو اسمه انجيج ولا دايف ولا جنجل ايش الكلمه هي اللي تدخل على الجنجل عند الشباب جنجل دايف انفيد ثانك يو حبيبي فيري نايس جنجل انفيد صراحه استفادوا منها وقدروا يقتلوا دين وذي سكيورد الهيرلد هذا ببلاش، والهيرلد هذا الحين ممكن يستخدموه سواء يعني في التوب يعني اجين عندك تو اوبشنز هنا تعطي للبلانك على اساس شي اوفر سكيلز ولا تعطي حتى لوسيان على اساس يفانل الايرلي جيم ريسورسز عليه على اساس برضه يوصل اجين للميد جيم باور سبايك حقته بطريقه اسرع. خلينا نشوف ايش حيسوا بيها جي كي ات ليست ان ذا شورت تايم بينج اكزاكتلي. اظن هنا لدينا الجولد ديفرنس لصالح فريق جي كي تقريبا 3000 جولد ديفرنس في هذا الايرلي جيم موزع تقريبا على بوت لين ميميك ومش على هم الذي وي تو هيد. لنسى ان لدينا 2 كيلز على سكريم وبروبلي فريق اي 9 لديهم مشاكل في الانترنت. ليو فعلا ثاني دي سي ولا ثالث دي سي نشوف له يا ذا سيم تايم، فبوز نرجع فيه نطالع يعني على 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 المعطيات اللي عندنا في الجيم حاليا نشوف. طبعا زي ما قلنا الافضليه موجوده عند جي كي في البدايه وعرفوا يشتغلوا الافضليه هذه بانهم ياخذوا الادفانتجز ما هي صغيره اكشلي كبيره في 2500 جولد ادفانتج في الوقت في الوقت الحالي which is not مش افضل حاجه للاي 9. هذا مو معناه انه اي 9 يعني الجيم حيكون مره صعب بالنسبه لهم، they still can scale they can do يعني better يقدروا يسووا يقدروا يلعبوا بطريقه مره كويسه بعدين في في الميد تو ليت، بالذات زي ما قلنا بعد ما يكون عندهم التمبرايزيشن موجود، بعد ما يكون عندهم الايتيمز اللي تحتاجها لساندرا عشان تقدر تعيش في تيم فايت مره فتره طويله اتس جود، وفي نفس الوقت لازم يحافظوا على عاش انها ما تموت وهيكري ما يقدر يوصل لها يقتلها. بس اوفرول بدايه جدا موفقه الجي كي، اخذوا فيها ادفانتجز مره كويس، اعطوا كلات للتيم ممبرز اللي يحتاجوا، يعطيهم كلات على اساس والله اجين دي كان سنو بول ويتش از لوسيان بالنسبه لنا. يمكن لبلانك ما اخذت كلز مره كثيره في البدايه بس اقلها عندها ماني فاكر صراحه اذا عندها ماينر سي اس ادفانتج، بس اكيد عندها الاسيست ادفانتج، ف اجين الترانزيشن يعني ماشيين بالطريقه اللي يبغون يمشيها والجيم بلان حقهم ماشي بالطريقه اللي هم يبغوها مقابل والله اي 9 بالعكس. عارفين في التوب لين عندنا سي اس ادفانتج عند ووفو، عارفين في الميد وفي البوت عندنا ادفانتجز في اللينز، عارفين برضو في الجنجل حبتين شويه متاخر دين على اساس الانفيدز اللي سووا له اياها سواء في البوت ولا في يعني في التوب جنجل وادوا فيها ادفانتجز لاجواد. فاذا استمر الجيم بالطريقه هذه من دون اخطاء من جي كي المفروض الجيم يكون في مصلحتهم، بس اجين ما خلينا نشوف كيف الجيم يمشي ونشوف ايش الاهداف. يا وصراحه جيم بلان فريق جي كي هو هذه كيف ما توقعوا في هذه المباراه، لديهم ادفانتج كيف ما قلت على مستوى التوب سايد على مستوى الميد وكذلك على مستوى البوت سايد، لكن سيل كشامل الوين كونديشن بالنسبه لفريق اي 9 لازال لديهم التام كنش في التوب سايد يستطيع ان يعمل ديفور لسكريم ويعمل له سيف في التيم فايت، لا على الديستورشن من طرف سايفر ولا كذلك على مستوى الوانس تو شادوز من طرف اجود الذي الالتيميت تقريبا يعمل كونتر للسي سي الخاص بليساندرا، سي سي الخاص بتام كنش يكون انستوبل يستطيع ان يسيل الى الباك لاين في بطريقه جيده جدا ويعمل كثير من الضرر لسكريم، لكن لا ننسى على ان اش يمكن تذهب الشيلد بو الويتس اند از سيكند ايتم الكثير من السبورتيف والديفنسيف ايتم وفي نفس الوقت الكثير من الدي بي اس والكثير من الدمج.
فعلا يعني ايش البيلد الستاندرد حقها، ان كانت حتروح شيلد بوب بعدين ويتز اند، تقدر تتعايش مع البلانك الى حد ما. اذا البلانك ما هي مفيده كثير تقدر تستفيد من انه والله يعني تاخذ شي سوكس يعني يجيها دامج وتقدر تتحمل الدامج هذا من دون ما تموت، وايل التيم ممبرز الباقيين يعني الاشخاص الباقيين يقدروا يقتلوا التيم الخصم. بس لا ننسى انه الكومبوزيشن حق جي كي مقسوم قسمين، قسم بيروح يوصل للباك لاين وقسم يقدر يلعب فرونت تو باك. عندك سيت وعندك نفس الشيء هيكريم، كلهم يعني سيت يقدر ياخذ شو اسمه توب لينر ذا تانك اند جامبس يا تامكنش، يقدر يسوي بي جامب على الباك اند، وفي نفس الوقت تلاقي هيكريم برضو جري على الباك اند على اساس يقتل الباك لاين من دون اي مشاكل. والباك لاين هنا بالنسبه لنا اش از فيري ايزي تو كل مره، سهل تقتلها بالتو تشامبيونز هذول من دون اي مشاكل. اهم شيء نحتاج نسويه انه والله بروم يوقف قدام لوشيان ويلعبوا ذا اذر سايد اللي هو الفرونت وباك بطريقه بسيطه وسهله، وبما انه كمان لوشيان عنده الاي داش مره سهل بالنسبه له انه يتفادى اي احد يقدر يجي له، سواء ان كان والله الكلو اللي جاي من لساندرا على اساس والله تاخذ عليه كل، او حتى كيو اس اس مايت بي ان اوبشن، يصير ياخذ كيو اس اس از فورت ايتم، ولا ياخذها از سكند ولا ثيرد ايتم على اساس يقدر. طبعا اذا وصل الجيم للمرحله هذه ياخذها از ثيرد ايتم على اساس والله يتفادى اي انجيج ممكن تصير. بس انت لما تجيب بروم اصلا عامه حيكون عندك ديسنجيج مره كويس، حيكون عندك بيل مره كويس، ما حتخاف من الانجيجز هذه الكبيره. وان وبروم عامه في الكومبوزيشن هذا قدام اي 9 مره ممتاز، هي ستوبس يقدر يوقفهم كلهم ما فيها كلام. فايتس فيري المفروض انه تيم فايتس يعني حتكون اسهل بالنسبه لهم دين انه والله اسهل اي 9. Yeah, exactly. صراحة composition فرق دي كي تساعدهم كثيرا على مستوى التيم فايتس. لذلك تيم للإيوي دامج يا طورن، لدينا الشو ستوبر من طرف ووفو، الوان ستوب شادوز من عند أجود، الديستورشنز من عند سايفر، أوصو الكولين من عند لوش الذي يستطيع أن يعمل به الكثير من الدمج على العديد من التارجت. So كومبوزيشن على مستوى 5v5 ادفانتج عند جي كي، هم الان الذين ادفانتج في الايرلي جيم، سو اذا استطاعوا يعملوا سنو بول سيكون لديهم ليد كبير وكبير في الميد تو ليت جيم. لكن طورن سأسألك سؤال، ماذا ترى الوين كونديشن اللازمة لـ E9 عشان يرجعوا في المباراة ويكون لديهم الليد في الترانزيشن من الأرلي إنتو ميد جيم؟ الكومبوزيشن حقهم واضح وصريح، هي سكيلينج كومبوزيشن. عندك أش تبغى تبني at least التو ايتم باور سبايكس حقتها، عندك ليساندرا برضه تبغى تبني التو ايتم باور سبايك حقتها مع زونيا سكند، تبغى نفس الشيء في تامكنش اتليست هي هاز التو ايتم تانكيز اللي يقدر والله يجلس فرونت لاين من دون اي مشاكل. وفي نفس الوقت لازم يبعد عن يعني لازم ما يخلي سيت يسوي الالتي حقته عشان يرجع البقيه، فهي نفس بلايت بطريقه انه والله ذا كلمب لاون يجلسوا مع بعض ويلعبوا حول الاي او اي دامج اللي عندهم. فبالنسبه لي لازم ياخروا الجيم قد ما يقدروا، لازم دي سكيل ويوصلوا الايتمز اللي يحتاجوها بعدين دي كان ستارت تيم فايت. طبعا هذا اللي احنا شايفينه من خلي سايفر سوي انجيج. اوكي رجعنا الجيم اخيرا اتليست زيكو فحنبدا نرجع فضفن. بس شايفين توتال يعني ريفر كنترول في البوت سايد حق جي كي، شايفين الكنترول اللي حيشير على الدراغونز في البدايه، وهذا المتوقع اتليست الثاني الدراغون الثاني والثالث حيكون من مصلحتهم، او اتليست الثاني حيكون من مصلحتهم قبل ما الجيم يتحول لميد جيم ونصير نبدا نشوف السكرمشز في الميد. بس وفي عندهم برضه بوتنشل انه ياخذوا والله يعني يلعبوا على السول ويفوزوا بالسول ادفانتج. فاي 9 لازم ياخذوا الجيم قد ما يقدروا على اساس يوصلوا لمكان وير الاي او اي دامج حقهم يقدر يسوي وان شوت ل سم اوف ذا تيم ممبرز اللي ممكن يسوي انجيج. انا شايف جريفز رايح على نون كويفر، يعني ما هو ماشي على اكليبس بيلد ولا ماشي على ثالث بيلد، ايوه ماشي على شيلد بو مره ثانيه. وذس مينز انه هيز نوت غانا بي يمكن نوت نسر لشيلد بو، يمكن الجيل فورس ولا خلينا نشوف الانجيج من طرف اجود انجيج، لكن كريس على اون بايت من طرف الاسات سكريم في البوت سايد على اجود يعمل ستوب لهذا الجانك، ويل بي تاكشن من طرف سكريم ان واي في البوت سايد لدينا ابيسال دايم حاضر من طرف ليول وطاق موجود على ووفو بيحتي على السلوكي لحسه ورا لحسه حاضر، لكن الشاو ستوب من طرف الاسات ووفو الديفار موجود من طرف هذا الطام كانش صراحه ليول بيحتي على السلوكي يعمل الديفار اندر تاور من طرف ووفو فلاشين فلاش اوت من طرف الاسات ليول وطاق موجود لحسه ورا لحسه على الاسات ووفو في التوب سايد في وضع اصابه صراحه من طرف هذا السيد هيميك موجود من طرف الاسات ووفو يحاول يعمل قليل من السستين بلا طاق سيدي الكانكر، لكن فاينلي الاسات ليو يجد السلوكي في التوب سايد على ووفو بهذا الطام كانش. هذا اللي كنا نقوله صراحة من البداية، المفروض the only way اللي يفوز فيها ست على 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 تام كينش بأنه ما ينصاد بالأبس الفويج وبالكيو اي وقف ورا المينيونز، بما أنه ما كان عنده مينيونز وكان متأخر في الباك حقته استغلها ليو بطريقة جدا ممتازة وقدر يكفشه وقدر يسوي عليه دامج وقدر يتيك سيم اوفر. طبعا استفاد من أنه والله أولسو ضيع له الفلاش حقه، طبعا أخذ الفلاش عليه وقتله. ف an amazing play صراحة من ليو، استغل فيها يعني ست كان out of position بطريقة جدا ممتازة وعطى نفس الأدفانتج اللي يحتاجها. في نفس الوقت شايف ووفو
اضطر يضيع التي بي حقته في وقت يعني مره ما هو مناسب بالنسبه لهم. دريك جاي دحين قريب وحيكون ليو عنده التي بي حقته ووف وما حيكون عنده التي بي حقه، فحيكون عندنا والله سكند دريك مايت بي يعني او ممكن يكون في ادفانتج مره كبيره الاي 9 مقابل جي كي. يا وحتى في الايتمايزيشن في البوت سايد يا طورن لا نرى الكثير من الديفرنس بين ميمك وبين سكريم. سكريم صراحه الذي كان يعاني من مشاكل على مستوى الكونكشن هي ستيل صراحه في الجيم ستيل تراين تو فارم الماكس الذي يقدر عليه، لديه الكويفر لديه البوتس تير 1 ولديه الدقر، سيحاول ان يعمل ريكول قبل سبون هذا الدريك، لكن لا اوريدي دريك سبوند واجود يريد ان يعمل كونفيس على هذا الدريك. شيء طبيعي بما انه عندهم برايورتي في الميد وعندهم برايورتي في البوت فدي كان دو ات. ذا اونلي بروبلم المشكله الوحيده بالنسبه له انه ليو حاليا عنده تي بي والمفروض جي كي لو من يوم ما يشوف التي بي هذا دي يسيبوا الدريك هذا من دون اي مشاكل. حنشوف عندنا برايو في البوت او برايو في الميد شايفين التي بي جاك تي بي موجود من طرف الاستاذ ليو وبيضة طام كاش فادي البوت صايمين من نيبر ادفنتج لصالح فريق اي 9 فادي البوت سايد القميص حاول يجد الهوك لكن فقط يجد الحائط هو التارجت اوف فاينلي فيرست دريك سيكيور للفريق التونسي عن طريق دين مارتن دريك صراحه يكون مفيد على مستوى القميص على ليو وكذلك على دين 600 بف في الارمر وفي الماجيك ريزيست. يعني البلاي هذه كلها صارت يعني او ما كانت مفروض تكون موجوده في الارسنال حق ناين الا عشان ووفو مانجت يعني قد يعني مات الموت يعني اللي كان فيها اوت اوف بوزيشن في التوب واضطر يستخدم التي بي حقه، ولا المفروض يعني يكون عندهم ال5 في 5 ادفانتج يعني يكون عندهم التيم فايت ادفانتج ويقدروا يشتغلوا الدريك الثاني هذا ببلاش. فمره كويس صراحه من جي كي وقرروا يسيبوه لانه شيء طبيعي 5 ضد 4 ما تقدر. في نفس الوقت يعني ووفو قدر يستفيد منها بانه هي مينتينز يعني يكمل المينيون ادفانتج اللي عنده، وفي نفس الوقت ما ادري اذا اخذ له يعني اتليست واحد بليت ولا اثنين بليت صراحه مش متاكد، بس هو قدر يوصل للتاور شيء طبيعي المفروض انه يقدر ياخذ اتليست جولد ادفانتج ولا بليت ادفانتج. Exactly. وانا نرى أهمية هذه السلوك الذي استطاع أن يأخذها ووفو في التوب سايد استطاع أن ليأخذ تي بي من طرف ووفو ليستطيع أن يعود إلى اللين في وقت مناسب واستعمل تي بي خاصة ليعطي لتيم لفريقه أدفنتج على مستوى النمبر واستطاع أن يعمل سكيور لهذا الدريك والذي مهم صراحة على التاكس. لدينا الجولد في هذه السكوربورد أدفنتج لصالح ووفو تقريبا 300 جولد في الجنجل أجود ستيل أهيد تقريبا ب 900 جولد على الدين. في الميد لين لدينا سايفر اللي هو ايضا الذي متقدم تقريبا 500 او 600 جولد، وفي البوت سايد ميميك لازال لديه الادفنتج تقريبا ب 800 حتى 900 جولد. ليس بشيء الكثير صراحه وسي صراحه فريقنا لديهم الفرصه للعوده في هذه المباراه. فعلا يعني ما زالت 2500 جولد هي الادفنتج الاوفرول اللي موجوده عند التيم، ما هي اكبر ادفنتج حاليا بس ما زالت ادفنتج ممكن يستغلوها يعني على اساس والله ياخذوا تيم فايت ادفانتج بسيطه. اي تيم فايت ممكن يكون فيها ادفانتج. وشايف اجواد جاي ديفاور موجود من طرف الاستاذ ليو على استاذ ووفو فاضي صاب الهيميكر انجل درو دمج كره ترى دمج حضر من استاذ دين ويبقى ووفو فاضي صابه ستكون اللحسه موجوده من طرف الاستاذ ليو فايل الاوتو اتاك من طرف الشات جن الخاص بدين ياخذ الكل على ووفو في هذه التوب سايد. هذه اظن ووفو بلاي اوفس اللي تعودنا عليه بعد ما شفناه السيزون اللي فات. الى الان صراحه في الجيم هذا ووفو از يعني البرفورمانس حقه اقل من المتوقع. انا شايف في انجيج من لوكميش من طرف الاستاذ لوكميش هوك موجود على الاستاذ مش على فاضي صابر لكن التي بي موجود من طرف الاستاذ صابر في البوت سايد كله موجود على سكريم فاضي صابر لكن الفاتو زين دوسيرش موجود كريستال على الاندر تاور على الاستاذ صابر فاضي صابر لكن سيعود زين سانشن موجود على الاستاذ جاكرت وايضا بهذه الستاندر لوك داون موجود على الاستاذ لوكميش مش على فاضي صابر وكل قال من طرف الاستاذ نوت تشويس لكن فاينلي تنتهي ب 1-0 لصالح فريق دي كي الكل تدعم على سكريم في هذه البوت سايد. انجيج جدا ممتازه صراحه من لوكميس على اساس انه كان المفروض جاجرنات جاي عارفينهم جاي في الطريق وعنده تي بي برضه بس سايفر سبقهم بالتي بي ادفانتج وقدروا يقتلوا شيت وقدروا يقتلوا اش ثلاثه فلاشز اوريدي راحت في البوت اكشلي كل البوت سووا فلاشز على اساس والله كلهم يلحقوا اش ويقدروا يقتلوها واخذوا الادفانتج في الكل. للاسف جاجرنات ما قدر ياخذ الكل باك سواء على يعني على مشعل قدر يستخدم كل الايتيمز اتليست هيز فيري تانكي رايت ناو صراحه وقدر يستخدم اللوكت بطريقه مره كويسه على اساس ما يموت وقدر يطلع منها يعني قدر يطلع منها واحد فور ناثينج ويتش از فيري جود بالنسبه للجي كي. جي كي صار عندهم التاور ادفانتج صار عندهم كل ادفانتج في البوت وصار عندهم عارفين هو الايتيم ادفانتج اللي موجود عند لوسيان المفروض دحين يستغلوها في 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 تيم فايت على موست بروبلي او احتمال كبير على دريك القادم على اساس يقدروا ياخذوا دريك هذا فور فري. اكزاكتلي انا اجود يحاول يساعد سايفر في الشوف في هذه ميد لين يستطيع ان يكون لديه البرايو اي جس اللي يكون عنده سايفر 3 ريسيت من وان سكريم الذي يعمل روتيت من البوت سايد الى هذه الميد لين لان التاور في البوت سايد از داون وان تاور سو فار لصالح فريق كي كي في هذه المباراه. لدينا الريبلاي طون على ما حدث في هذه التوب سايد صراحه ليو الذي يلعب هذا الماتش بطريقه جميله من وان هو اي جس كيف ما قال ادهم يجب ان يكون خاسر في هذا الماتش
هو فعلا هو لاعب الماتش مره كويس لو تلاحظ السي اس عنده سي اس ادفانتج ما فيها كلام، بس اظن ووفو استعجل في في الفايت هذه، هو عارف انه اجواء جايه في الطريق. انا ذا سيم تايم ووفو هو اللي سوى الانيشيشن صحيح، او اكشلي صحيح انه ليو هو اللي سوى الدبليو حقته اول، بس ووفو اخذه بالالتي رجع على تيمي بدون، كان عنده المينيون ادفانتج كبيره، كان يقدر يوقف وسط المينيونز بدون ما ينصاد بي، بس على اساس انه اجواء كان قريب منه فاي ثينك ات واز اوفر اجريسيف منهم وحاولوا هم يسووا الفايت. وبعدين نزلنا في البوت هنا شفنا الانجيج اللي سواها لوكميس، وبرضه سكريم حاول يسوي فولو اب معه وتش فيري جود صراحه الانجيج. وشوف مش عارف في نفس الوقت جاء قدام يعني لوسين على اساس ياخذ الانجيج حقت لوكميس كامله، وبعدين سووا الديسنجيج والرينجيج باك قدروا يقتلوا فيها اش في نفس الوقت، ما يعني ما خسروا ولا احد صراحه في البوت لين سكريمش هذه، وبعدين فيردو في نفس الوقت قدروا ياخذوا التاور. اوفرول يعني فيري فيري جود ادفانتج صراحه اللي جي كي في البوت لين. Exactly. Very good. That's why صراحة الفريق جي كي من وراء الكاتش بوتنشل هنا من طرف فريق جي كي لديهم الشو ستوبر الخاصة بيوفو، وخمس أشخاص من الفريق السعودي في هذه البوتسايت يريدون أن يعملوا كونتست على هذا. لانفرنال دريك يعطينا 6% بف على مستوى الدمج، لدينا خمس أشخاص من طرف فريق جي كي في هذه البوتسايت. هل سيكون كونتست بين فريق اي 9 أو لا؟ I don't think so. 3 تاور سيكون في التوب سايد لصالح ليو، وسنعمل التريد هذا دريك ب 1 تاور في التوب سايد. ما هذا المفروض يصير صراحه. جي كي عندهم ايتم ادفانتج مره كبيره، شيء طبيعي انه والله بي 9 يحترموا الموضوع هذا ويلعبوا حول انه والله يحاولوا ياخذوا حاجه في يعني مقابله في الماب كروس ماب بلاي، او اخذوا لهم تاور في التوب ياخذ له شويه سياسه كروس ذا بورد. وتلاحظ اش دوبها سوت ريكول واشترت شيلد بو في المقابل، لوشين اوريدي كان عنده يعني الكراك سلاير والشين قبل ما يبدا الدريك هذا، فبالنسبه لهم كانت اولويه. طبعا الروتيشن اللي سووه برضو جي كي كان جدا يعني جدا ممتاز بالنسبه لي، اخذوا دريك هو قدروا يسووا شويه دامج على الميد تاور، اتس نوت انف او مايك في انهم ياخذوا التاور، بس اقلها they are moving in the map and they're retaining the advantage حقتهم، ما زالوا يستمروا انهم يخلوا الادفانتج حقتهم مستمره. لاحظ في الجول ديفرنشال نلاقي اوريدي هو انه وصلنا 3000 وكسور تقريبا اوبوزينج 2000، وبالطريقه هذه لو كملوا يعني بالاسلوب هذا يزودوا الادفانتج حقتهم and they retain it ويقدروا يفوزوا فيها. طبعا دريك احنا شايفين الانفيرنال دريك هو الانجيج اللي صار على اوكي كريستالارو، لكن نايس داش حاضر من طرف الاستاذ ميميك لهذا الالتيميت في الميد لين، محاوله جيده صراحه من طرف سكريم كان يحاول ان يجد بيك على هذا اللوشن في الميد لين، وهذه صراحه هي قوه الاش يطور باليوتيليتي من ولدين ووفو في الاثنين وفي روك حاضر من طرف صدق مي شوت ستوبر بعد ناتشو ساندر تاور في وضع صعب وان شوت ضد الاستاذ لوكميس الذين اجود في الاثنين لدي الجوست، لكن براولس تنتهي ب 1 4 0 لصالح فريق تي كي. خطا كبير صراحه بالنسبه لي من اي 9 محاوله انه هم ذا كلومب على التاور ويحاولوا ياخذوه من دون ما يكون عندهم يعني وارد ستراكشر كويس حول حول المدلين، لا عندهم وارد في البوت ولا عندهم وارد في التوب، وما هم شايفين ووفو هو جاي. ووفو قدر يجي من وراهم بسهوله ياخذوا لوك بيس عند كلهم فور فري، وفي نفس الوقت اي 9 ما يطلعوا باي حاجه. وهذه الحاجات اللي دائما نتكلم عنها ان تيرمز اوف كيف والله اي 9 يعني الفرق في الماكرو ما بين اي 9 وجي كي عامه. جي كي دي تراي تو سيت اب فور الاوبجكتيفز بطريقه احسن، يلعبوا حول الاوبجكتيفز حقتهم من دون فيري هاي ريسك هاي ريورد بليس، في المقابل اي 9 ياخذوا فيري هاي ريسك هاي ريورد بليس، احيانا ما يسوي سيت اب كويس بس اوكي عشان عندهم الايتم ادفانتج ولا عشان عندهم الشامبيون ادفانتج ولا عشان ال 5 في 5 حقهم صراحه مره كويس، تلاقيهم يحاولوا يدخلوا ويستفيدوا منها على الكوين فليب ستراكشر. بس الى الان يعني ما زال جي كي صراحه بيعاقبهم على اي اتمت بيسووها، ما هم حاسبين حسابهم يعني ما هم حاسبين حسابها مضبوط. Exactly. صراحة الفريق جي كي بالبانش في هذه المباراة every mistake من طرف فريق اي 9 تجد لها البانش حاضر من طرف فريق جي كي، وهذا الشيء الذي يخليهم هاد في الجولد تقريبا لدينا 3000 جولد ديفرنس، ولازال هذا الجولد ديفرنس يعملون له سنوبول على مدار هذه المباراة. شيء صراحة سيساعد جي كي جيدا في الليت جيم، سيعطي بمكنس لهذا الهيكار ايضا الايتمز اللازمة لهذا السيت يستطيع يعني يعمل تمبوريشن كبير على مستوى تيم فايتس، وايضا نشوف معاه يطرد 2 ايتمز لوشن اسنس ريفر كراكن سلاير. هذه الباور سبايك الكبيره اللي يحتاجها عشان يقدر يخلص الجيم بيها حاليا او ياخذ ادفانتج في تيم فايت مره كبيره. اجين عارفين اللوسيان مره هيد ان تيرمز اوف سي اس اهو 200 سي اس تقريبا في 20 دقيقه، في نفس الوقت عنده 3 كلات وقدر يشتري التو ايتمز هذه اللي زي ما قلنا لو ما انكفش فيها في تيم فايت ساندرا ما عرفت توصل له، ما اكل الالتي حقت سكريم، ما اكل الالتي حقت لوك ميس اند كلامت اوف هيم، شيء طبيعي انه هو هي الاوتبوت الارف دامج، حيطلع دامج مره كثير صراحه في اي تيم فايت ممكن يسووه. في نفس الوقت اباك تطالع في جريفز، حنلاقي جريفز جايب شيلد بو يعني اوريدي جاب الايتم الاولى، فبالنسبه لنا الدامج اوتبوت اللي يطلع من التيم هذا حاليا مره قليل مقارنه
بجي كي. فما اي تيم فايت دحين بالنسبه لهم مره خطيره، المفروض يبعدوا عنها. اي 9 زي ما انت شايف يعني عارفين الكلام هذا احتمال كبير، وفي نفس الوقت هم they are trying to delay game. طبعا هنا يجي موضوع جي كي انه they try to force team fights على اوبجكتيف مره كبيره. انا شايف ينقج على مشعل بالالتي. اوكي كريستال ارم جون طرف السيت سكريم وتطرح موجود، لكن فلاش اوت انسنت من طرف هذا السبورت. دين داش ان سموك سكريم موجود على الريسيت ميمك وفول زون اللي بوت سايد فريق جي كي سبورت في هذه الريت سايد. جاجرنوت ايضا هو بالتي بي بدل ساندرا، لكن نو اوبجكتيف كونتستد. ممتازه صراحه انا الديسنجيج اللي سواها مش عارف. طبعا انا استغربت انه راح من البوت وايل اجواء طالع من التوب على اساس يطلعوا مع بعض، بس في نفس الوقت اخذ الالتي حقت سكريم وما استفادوا منها، وضيعوا تي بي برضه حقت حقت جاجرنت في الميد. فاوفرول يعني برضه المصلحه جي كي الاوتبوت هذا كله يعني اوكي. ثانك يو ثانك يو ديد ثانك يو فور ذا ليش. المفروض نبدا نشوف دحين زي ما قلت لك مين جي كي اتمت على انهم والله يسووا فورس لتيم فايت. التيم فايت هذه كل مصلحتهم، اهم شيء ما يكونوا واقفين فوق بعض، ما يكونوا جنب بعض، موجودين على اساس لا ياخذوا الاي او اي كومبو الكامل اللي ممكن يجي من دين جاجرنات سلاش سكريم لوكميس. دي بيك سمون يقتلوه يروحوا بعدين على بارن ولا على دريك، ودريك جي اوريدي بعد 18 ثانيه. انا شايف انا الان ماني شايف يعني كنترول ويف، ما كنترول الا على التوب سايد على البارون من ناحيه جي كي. لو تلاحظ الريد واردز يعني اللمبه منوره ريد صراحه في التوب، على اساس والله هو دي وانتد تو كنترول ات ذات تايم، وسوى سكان وشاروا كل حاجه. في المقابل دحين ثينك شايف اي 9 بيحاولوا دي كونتست ولا بيسوي دريك دانس في البوت على اساس نشوف مين منهم حيقدر ياخذ دريك. والمفروض انه اي 9 تحاول تسوي كونتست بسيط من دون اوفر كوميتمنت، على اساس التيم فايت ما زال في مصلحه اي 9 بما انه عندهم ما زال في مصلحه جي كي بما انهم عندهم ميجر ايتم ادفانتج. واو سايفر بدا وينو ليو يسافر. يب سايفر بدا يسنفر في هذه الريد سايد ديستورشن ويعود قليل من البوك قليل من كيف ما قلنا احنا تبرسيط بهذه البلانك. وندري كونتيست من طرف فريق جي كي سبورت 4000 اتش بي تي بي موجود من طرف ليو. سنرى كونتيست سنرى تشي فايت 5v5 انجيج من طرف سكريم من طرف دين ومن طرف الاسد جاكرنوت. فاين ليو سد ليو يعمل ميس لي هذه اللحظه ونوفو يحاول يجد الشو ستوبر بينو لك ميس كثير من الدمج. شو ستوبر موجود من طرف الاسد ووفو انتو 5 فيس بريكر تريبل مان ستيل لكن ديفار موجود من طرف الاسد ليو بينو في الباك لجاكرنوت يحاول يجد الاسد ميمك تاوش كبير صراحه عدل له شريف قناه سكريم في وضع حساب، ولكن سكريم از ذات 0 ظهر كيتش ديبل الاسد سايبر كيتش ديبل الاسد ووفو يبقى قناه جاكرنوت يبقى في وضع حساب فلاش انستن موجود من طرف الاسد جاكرنوت على ميس سايبر في وضع حساب بديل لبلانك وضعك شكون كافيه فلاشين وطق موجود من طرف الاسد جاكرنوت تجد كيف قناه هو بلاي ميكر كتيم لترو دمج كيف فايلي بيتش مجهول طرف ليو على الاسد دينو فايلي تشوفر تشو سوفار دي فار دي تبي ابي صدق موجود طرف الاسد ليو على هذا الاسد اجود لكن فايلي سي كونتي سي جيت من طرف فريق كي كي واي 9 يفوزون بيتشين فايت تشوفر مبلي سياخذون ذا دريك. افضل شيء صراحه شفته في الانجيج هذه جاجرنت راح ساب كل التيم وراح على ميمك وسوى عليه كومبو كامل، وميمك ما قدر يطلع منه الا بالكلينز يعني هي ما نشدوا الكلينز على الالتي حقته، بس خرجوا من التيم فايت كومبليتلي ما خلاه يقدر يسوي دامج، وهو الميجر دامج ديلر بالنسبه لنا اللي موجود في تيم جي كي. ومن يوم ما طلعوا برا التيم فايت المفروض الجيم يسهل على اينا. لو تلاحظ زي ما قلنا دعمت ان التيم فايت كومبوزيشن حق يعني حق جي كي كيف يلعبوا اجواد وسايفر، وفي نفس الوقت وفو حاولوا يوصلوا على الباك لاين وقدروا يقتلوا اش، بس في نفس الوقت يعني جاجرنات طلع لوسجين كومبليتلي او طلع ميميك كومبليتلي اوت اوف ذا تيم فايت فما قدروا يسوي دامج مره كبير. وبعدين البرسيفيرنس اللي موجود عند ليو عند تام كينش اللي يخليه يجلس في تيم فايت يعني كلها من بدايتها لاخرها من دون الهيلث حقه ما ينقص برضو وايل هي داز دامج عليكم يخليهم يعطوهم ادفانتج. طبعا جاجرنات صراحه بلايد هيز هارت اوت في التيم فايت هذه، هو بالنسبه لي كان ذا السبب الرئيسي والكبير ان والله اي 9 قدروا يفوزوا التيم فايت هذه واخذوا بعدها دريك. جي جي صراحه على بلاي ولا احلى من جاجرنات، وهذا اللي المفروض جي كي ينتبهوا له في الحاله هذه. اوكي جاجرنات ما يقدر يوصل على الباك لاين باي طريقه في فايت الميد. اوكي فرون نشوفوا فايت من زين سايفر انشد افندد ناس كونزي سورشن على سكريم ولا دي سورشن انتو سايفر لك ليش جدد دمج الكبير ميوري جايز طرف اسد ليو جدا فيرست كيت شات داون سكيور هيلو اسد نيمك 140 سو فار نيش اوستوبر موجود طرف اسد ووفو على ليو لكن سيكون الجاش فلاشين وتطق سلو موجود ليو لكن ديفاور موجود على دسات لوفو في وضع حسابه لكن تريبل مان ستامي فيس بريك الهيمي كان لوخ ميزو فيل جدا كيل وفرون سو فار بقاهم في الباك لين بلو اسد سكريم وبلو اسد سايفر وانا قال عاد بيسال ضيف موجود اسد ووفو دي حسابه جاكر ناتشز هير 340 سو فار لصالح فريق 9 سبورت وفيل القدره البارون قد نرى ناشر قد نرى البارون ناشر في الاثنين من طرف فريق اي 9 هنا احتمال البارون يكون ازن اوبشن، بس اظن بما انه عند جي كي عندهم في الريو في الميد يكون مره صعب صراحه بالنسبه لهم ياخذون. لا تلاحظ سكريم لا 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 سكريم توتالي وان شوتد الله
بكذا انتهى البارن باور بلاي اللي ممكن كان يصير صراحة مرة خطير بالنسبة لنا. طبعا لما يكون عندك ADC هيلث ولو بالطريقة هذه والبلانك موجودة شيء مرة خطير بالنسبة لنا نروح على بارون تاخذه ببلاش. وأظن E9 أصلا يعني كانوا مفكرين أوكي بدأوا قال أوكي let's go for بارون, بعدين قرروا لا بارون ما ينفع. بس في نفس الوقت أنا شفنا أنا كأنه سوى فلاش لبلانك وسوى إنجيج على طول. أنا ما متأكد صراحة بس it was so fast, كانت مرة سريعة صراحة, قدر يقتلوا فيها مرة بسرعة. هو أوريدي شال الشيلد بو منه في التيم فايت اللي قبلها كان متأخر. طبعا الشيء الوحيد اللي لازم يذكر في التيم فايت هذه بدأت بالإنجيج اللي صارت من لوسيان ومن بروم, وفي نفس الوقت انتهت بأنه لوسيان مات على طول, انكفش بالثلاث اربع سي سيز كلها. وخلينا نرجع للتيم فايتر اللي شفناها على بارون على دريك اللي قبلها. هنا وباكم طالعوا في جاجرنات كيف جاجرنات اخذ بعضه ساب التيم حقه كله وراح على الباك لاين على ميميك, ايفن دو ميميك كان مره بعيد. وحاجه ثانيه حلوه شوف ليو لعب التيم فايت بطريقه مره كويسه. ليو حاول قد ما يقدر انه يكون محطوط في زاويه ما يخلي ووفو يسوي الالتي حقته يوصل على التيم. في كل الحالات ووفو سوى الالتي قدر يقتل الاثنين. شوفوا جاجرنات ساب التيم حقه راح على لوسيان واخر بالضبط يعني كايندا كومبليتلي وان شوت. كمان اظن يعني كابل اوتوز هي وذا كلهم ميميك ما عنده اي نوع من انواع الماجيك ريزيست في الوضع الحالي, شيء طبيعي بما انه هو المين دامج ديدر وماخذ ايتمز يعني ماخذ توتال دامج ايتمز. بس للاسف يعني ما يستفيد منها فعلا. وليو هو فول هيلث من دون اي مشاكل. اهو نتفرج على لوسيان حتى في البوت لين ما هو قادر يسوي اي حاجه, هي نيد سرن لازم يطلع من التيم فايت من دون اي مشاكل. فتيم فايت هذه يعني في الورق المفروض صراحة جي كي عندهم الأفضلية, عندهم الايتمز, عندهم الجولد, عندهم الادفانتج. بس الطريقة اللي لعبوا صراحة بها E9 في التيم فايت كانت جدا ممتازة, وهذا اللي دائما نتكلم عنه اللي هو مرة كويس من ناحية E9. E9 they are good لما يكونوا الشامبيونز حقونهم يعني وصلوا مرحلة كويسة يلعبوا تيم فايت بطريقة ممتازة يلعبوا حول بعض, يعني صاروا يلعبوا حول بعض بطريقة أحسن من سابق. بس ما زالت الليننج فيس حقتهم شوية إيكي, ما زال الماكرو حقهم شوية إيكي, والتيم فايس حقتهم إلى حد ما أحيانا بتعوض على المشاكل اللي بنشوفها في بداية الجيم. يس هنا راينا تيم فايت هارد كاريت صراحه من طرف ليو من طرف جاجرنوت بيرفكت ديفاور لدي اللي يعمل له دوج من الهيميك الخاصه بوفو كان تريجس كان فيها انف دمج يستطيع ان تقفل دين وكان تقلب كل تيم فايت على ظهر فريق اي 9. كان ليو الذي يعمل هارد كاري لهذا التيم فايت, وكيف ما قلت يا طونت كان فول اتش بي بتو ايتمز طام كان شديل اناتي ماستين ولديه الفروست فاير جونتلت واحد من احسن الشامبيونز اللي لدينا في الليج اوف ليجند وبرو اللي سنعود الى مباراه يس وي ار باك في هذه المباراه. واي جس ان سكريم لديه مشاكل في الكونيكشن connection I guess that's why Cypher استطاع ان يعمل له one shot في الميدين بعد يسرع بدون ان يعمل رياكت لهذا الفولكوم والخصم من طرف هذه البلانك. جولد ديفرنس يطورون ضربات الاف لصالح فريق جي كي, لكن نحس على ان فريق اي 9 لوكين سكيري في هذه المباراه. فعلا يعني طالع في اش حتلاقي اش جاب الجوينس وبدل ما يجيب الويتس اند ثاني ايتم, يعني بيقول انا ابغى العب اجريسيف, انا ابغى العب ريسكي, انا اي دونت ماني شايل هم صراحه البلانك يسوي لي وان شوت على اساس والله عنده شيلد بو فايبا يا اخر. يعني اظن يتوقع انه والله شيلد بو از انف فور هيم. طبعا بالنسبه لي هذه مره جريدي, وعشان التيم ما عنده دامج انف كان يعني اظنه اضطر ان هو يروح الايتم هذا اساس يزود دامج. لو تلاحظ هتلاقي يعني هتلاقي الجنجل دين ماخد برضو شيلد بو which means الدامج اوتبوت حقه مره واطي, بس بعدين هي برايوتيرايزد انه ياخد اللوردز دومينيك. انا يمكن استغرب لما اشوف لوردز دومينيك ثاني ايتم الا عشان والله شاف التيم الخصم قدامه جايب اثنين ستاركس كيج فاللوردز دومينيك شايفه في جنوت فيس تشيك فلتنا لك لدي ستوباش من مطبرزيشن سيبقى انا جد يجد نفسه فلتنا 1 في 2 لديه الكلو, لكن الشوت ستوبر موجوده من طرف الاستاذ جاكنوت يعمل كاسن هي ميكر لك لدي اجان الزونيا موجوده دبل زونيا موجوده من طرف هذه الميدلين, لكن فاينلي كيل سكيورد للاستاذ ووفو بهذا السيت. نايس بيك صراحه على جاكنوت في هذه البوت سايد فعلا. كفشة صراحة مرة حلوة ما كان مورد, هي بوشت وبعدين أخذ بعضه من البوش بدل ما يرجع على ورا which was يعني يمكن ما توقع إن والله يوصلوا لين حده هنا which is understandable. بس attempt مرة كويسة من جي كي, أظن حيقدروا يأخذوا الميد لين ألتي من دين على أساس يصير المينين ويف كانت جدا ممتازة. طبعا again بارون حيسووا عليه حيسووا سكان حيحطوا الوارد حقتهم على أساس they reset and they prepare for it. نفس الشيء قلت لك لما نرجع نطالع في دين نلاقي ما أخذ لورد زومينيك تاني آيتم, وأظنه قرر إنه يأخذ لورد زومينيك بما إنه تيركس جيج موجود عند الاثنين كلهم عند أجواد وعند ووفو من بدري راحوها على تاني آيتم. قرر هو إنه والله يروح لورد زومينيك وأي أندرستاند, بس يعني بس الفكرة إنه لسه ما عندهم دامج يكفي إنهم يشيلوا الاثنين هذولا بسرعة, عشان كذا أش اضطر يروح جوينسو أتليست تو سيرتن إكستنت. هذا توقعي أو تصوري للبيلد ستراكشر اللي هما ماشيين عليه. هذا معناه إنه والله أش لازم يجلس مرة سيف مرة وين ينتبه من البلانك, استنى البلانك سوي إنجيج حقتها ميميك كان حين كفش
اكزاكتلي ميميك كان حين قفش صراحه وان كومبو من جاجرنوت يعني يمكن كوست ميميك حياته بهذا اللوش في هذا الجيم لان ليس لديه انف ديفنسيف ايتم بهذا اللوش الذي ليس لديه الجيل فورس لتكون لديه انف موبيليتي لديه فقط الداش والفلاش زائد الكلينز التي كانت هي السبب الوحيد اللي استطاع يعمل به سيرفايف في اللاست تيم فايت من بلدي انا طاقه من طرف فريق اي 9 رولين شوفوا كيف تدتنا على الاسد مش على لكن فلاش اوت انستنت من طرف هذا السبورت لان الضغط الثاني على التوالي ديستورشن موجوده من طرف سايفر لكن فاينلي لي الفيجن كلير و فلاشلس هذا السبورت لازم بوث تيمز البلايرز يحترموا موضوع الفيشك الى الان يعني مرتين شفناه سواء من مشعل بيحاول يسوي وارد لحاله من دون ثري مان كومبو من دون ما يجي هو والتيم مع بعض على اساس سورد وفي نفس الشيء برضه شفنا جاجرنات في البوت يخش فيه وشوف في انجيج من ليو في التوب اوكي ليو فول زون صراحه في هذه التوب سايد هذه خريطه وجود طرف بيس كان الشوت ستوبر على 5 شخان طرف الاسد وفي تريبل مان ستاند كريستال ارا وجود طرف الاس كريم لكن فايلي تريبل مان وكوبي صدام حاضر طرف الاسد ليو في الباك لاين دمج كبير صراحه طرف الاسد جاجرنات كان فايلي سكريب لا اتاك وفايلي سيفر ياخذ الكين وفر زون صفار يبقى له الاسد ليو فايلي سبو اجود ياخذ الكين ليو والذي ياخذ الكين بدل طرف كيف قد وفو بيتشيس وان فيتو وضغط من جون طرف الاسد يحاول يعمل كات دي شيد بروك اوتو اتاك فاينه اخيره من هذا الجنج التونسي جيد الكيتش هاي بي توفر وانا بيضايق موجود الجال من طرف السد ليو بيضا طمكش لحسه موجوده على مش على كلاستان شون بوينت من طرف الباسيف خاص من البروم واي 9 يفوز للمره الثانيه على التوالي بدل بهذا التيم فايت قناه جاكرا بدا يصعب هوك موجود من طرف لوكميس يا سلام شات داون سكيورد على سايفر بدل لوبلانك واتس هابينج في هذه المباراه يا تورن والله تيم فايت صراحه جدا غريبه الجيج بدات من ليو وانتهت بنفس الطريقه اللي انتهت فيها التيم فايت اللي قبلها صراحه الى الان لما نطالع في جي كي والايتم ادفانتجز اللي عندهم المفروض هم اللي يفوزوا التيم فايتس بس الاكزكيوشن حق اي 9 افضل بمراحل افضل وبشده اي 9 ليو ايفن دو طلع اوت اوف بوزيشن وراح يعني او طلع سوى انجيج في بلابس البويج وطلع في التوب شايف نفس الوقت انا شايف الشباب بيحاولوا ياخذوا بارن فخلينا نطالع في البارن فور بلاي وبعدين نرجع نشوف او في البارن بلاي على اساس نرجع بعدين نشوف ايش صار في التيم فايت اللي قبلها اوكي تشيبي موجود فدات عن طرف الاسد وفو بهذا السيت روبلي نشوفه تريفي تريفي نشوفه موجود طرف الاسد مقميس على مشعل فوني صبل الاسد موجود لكن فاينلي داش اوت اسد من طرف الاسد مشعل فلاش ان من طرف الاسد مقميس حولش الكل انا لو اسد ميميك وفايلي ميميك از وان شوت داش ان جام طرف الاسد ديلوتات موجود هو جام طرف لوكميس يا سلام بهذا الناتش لسه اوكي فاينلي شو ستوفر جيد لكن ور فرونس وفر نكون موجود طرف مشعل لكن فاينلي على زيرو تارجت كريستال ار من طرف سكرين في الباك لين قناه ام في ام بي الاسد سايفر ايش الكل جاكر اوت فاينلي تيمي توفر فريق اي 9 لكن لانه في وضع صعب جدا وجدا اليوم عليه ستان عليه التشين من طرف الاسد سايفر تيكسكي موجود من طرف هذا طام كيش لكن فاينلي لن تكون كافي كولترال دامج من طرف اسد دي يعمل قليل من التي بي اس وفاينلي ليو سيكون داد لا ليو سياخذ معه ووفو وات الجيم صراحه من اغرب ما يكون ما زالت الانجيج مستمره ما زالت التيم فايت مستمره حيل حق يقدر ضيع الالتي حقته سكريم يمشي ياخذ بلاد في الاوتر سايد هو سكريم الان في واضحه صعبه كيف ما نقول عليه فري وكري وان فيديو اجري اجري اجود هناك تشيس موجود على هذه الاشلو موجود الاوتر اتاكس موجود من طرف اس سكريم يحاول يعمل ستاكس لي هذه الهيلو بليد لكن اتس نوت غانا بي انف شوف معي نود انا صراحه خارج من طرف هذه الاش وكل ايزي كيل لصالح سايفر اميزنج بلاي صراحه بدات في الدريك بالانجيج حق ليو والكاتش حق الجاجرنت اللي مسك فيها ميميك وقدر يطلع برضه التيم فايت برضه مره ثانيه فور ذا سكند تايم مرتين على التوالي تيم فايتس على دريك وجاجرنت يقدر يروح يوصل صراحه على لوشين ويتش از فيري ساد نفس الشيء نلاقي والله اي 9 ما استفادوا من التيمبو ادفانتج اللي اخذوه في البدايه راحوا ياخذوا بارون وتوز فيري ريسكي عارفين التيم الخصم عندهم تي بيز وشفنا الدبل تي بي التي بي الاول اللي جاء من وفو انكفش مشعل وانكفش اكشري يعني انكفش لوشين اند هي دايد بعد ما مات شفنا تي بي مره ثانيه من لابلانك على الباك لاين وات واز انسين قدر يكتر فيها جاجرنت وفي نفس الوقت يعني هي ريتيند الادفانتج حق التيم حقه لانه يعني هنا بالنسبه لنا من يوم ما شفت التيم فايت هذه قلت اوكي خلاص اي 9 فازوا التيم فايت ما فيها كلام بس على اساس الدبل تي بي اللي سووها بوث ووف وسايفر في نفس الوقت رجعوا اخذوا الادفانتج هنا طالع فليو وهو واحد بوست اربعه وبرضه في نفس الوقت قدر يقتل ووف ووف صراحه كان مره جريدي كان المفروض يمشي من بدري يحاول يطلع من هنا از ماتش باسل في نفس الوقت شايفينهم بيجروا الشباب صراحه ورادين وايش وللاسف يعني مسكين سكريم يعني كل شويه يلاقي نفسه في 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 موقع انه والله هو يعني بالضبط في موقع وحنا حتى نطالع في اجواده هو بيستنى سايفر على اساس يجي ياخذ الكل وما عنده اي مشاكل زي ما قلنا بما انه ما عنده اي نوع من انواع الماجيك ريزيست الى حد ما يو كانت سرفايف طبعا يو كانت سرفايف ما حد يقدر تعيش في وسط ثلاثه في كل الحالات ايش ما كان عندك يعني از ان اي دي سي ف نشوف اوريدي هو اخذ التورن تجربه التورن تتحدث معكم بالضبط هو بياخذ الهارت باوند اكس وهو بيبني الويتس اند بس الى الان تو تيم فايتس يا زيكو المفروض
جي كي يفوزوا فيها باللاقي ناين يفوزوا فيها، وهذا مفروض يعني يزعزع ثقة جي كي في التيم فايت بوتنشل حقهم، ويزعزع إمكانياتهم في إنه والله يفوزوا التيم فايت الجاية ولا يلعبوا حول أبجكتيف الجاية. تو دريكس أعطوها فور فري، ما هو فور فري طبعا، اي ناين يعني أخذوها بالسويت أند بلاد، يعني أخذوها بطلع بالغصب من جي كي، وصراحة هذا شيء بالنسبة لي جدا ممتاز بصراحة. في إنجيج من عش. أوكي كريستال رمجل سدوفو فادي صعب إنه كان موجود شيء نسيسي على هذا السيت، هي كان موجود لكل شيء سرت براكو تيفاور حاضر من طرف هذا الأستاذ ليو يا سلام شو استطر موجود على الأستاذ نخميس لكن استقر بيضا في الجول ذريكر وانش بلو سدوفو الكل موجود ضرب نزل من كلك الكل يعمل لي طنكي نزل الأستاذ ليو أربعة عشان طنكي شو طنكي صراحة هذا طام كانش وليو ضخم ضخم في هذه المباراة. والله يعني مسكين موفو ما جلس في الارض يعني ذا هول تيم فايت من نوك اب لنوك اب لستان يعني اكشلي ستان بعدين نوك اب بعدين ستان مره ثانيه بعدين ما سوى الالتي حقتها جاجرنات من يوم ما نزل سوى الدبليو حقته سوى التي ان هي دايت وايلد. فحتى المفروض يعني از تشامبيون هو زبيت تانكي ولا تشامبيون شويه تانكي المفروض يقدر يتعايش على ما التيم حقه يرجع، ما قدر يعيش هنا ايفن دو اي 9 3 4 البيلدز حقهم يعني شويه ديفنسيف. دحين حنبدا نشوف فائده ان والله احنا بدينا بالديفنسيف ايتمز وبدنا نبني الايتمز القويه حقتنا وي كان سرفايف التيم فايتس اكثر ممكن نتعايش في فتره اطول. اوكي دامس كبير صراحه هذا الاستاذين فاضي يصعب لك ان الشيلد بو بروك يستطيع ان يخليه يعمل سرفايف بوك موجود من طرف الاستاذ بيش على البيض البروم ولكن سيكون ديزينجيج ولا ننسى على ان النكس دريك باقي له 8 ثواني يا تورن وسنرى ال5 في 5 سنرى السول بوينت سنرى السول هل سيذهب الى فريق اي 9 ام سنرى السول بوينت عندنا فريق كي كي تي بي موجود اجان من طرف هذا الاستاذ سايفر بهذه بلانك ولا 5v5 موجود البوك موجود من طرف ليو لانس على ان دين لديه الفلانك بوزيشن لديه الفرصه يستطيع ان يعمل سيل هل سيكون محاوله 50-50 كريستال رمز وطرح هذا الاستاذ امامي في انجيج برشا من طرف سيطلق ميسي انجيج برشا من فاك لاين ودين يا سلام على السيل يا سلام على هذا السول جوستو بحال من طرف سيطلق في الفاك لاين كوفر زيرو سوفار يبقى انا سكريم بالكايتشي بوتو تاكس بي تي بي لكن واسن فوز من طرف زاد جونز فاك لاين على سكريم يحاول يعمل كايتشي وماكشي ونشوف ماشي بو بروك من طرف هذه العاشق فايلي فيس بريكر سجل الكيل تريبل كيل هذا الاستاذ وفو بهذا السيت وفايلي فريق 9 يخسرون هذا التيم فايت صعب صراحة فعلا يعني اضطر للأسف انه يروح يركز على دريك على اساس يقدر ياخذه في نفس الوقت. هذه الفرصة الوحيدة اللي موجودة عند جي كي انهم والله ياخذوا الميد تاور ميد السكند تير والثيرد تير وياخذوا عليه هنيبتر يمكن يرجعوا يحاولوا ياخذوا البارن او يسووا ريسيت وبعدين تراي تو تيك التيم فايت على البارن في سايد او والله يمكن في فرصة بيحاولوا يخلصوا اكشلي عندهم تشانس يخلصوا الجيم في 10 ثواني موجود على لوك ميس اقل شيء وسكريم 20 ثانية اكشلي ذيس از ا جود اتمبت فور ذيم واحتمال وارد انه يقدر يخلصوها لو ليو ما قدر يوقفهم يو يحاول يعمل ويف كلير فادتنا بديت طم كاش بقنا 5 مان ابي صدايم كم موجود لكن فايلي كاتب موجود طرف قال له بلانك شو معي النكسس فوكس من طرف فريق كي كي صراحة بريتي اللاكي من طرف فريق اي 9 حاولوا بجميع الطرق الفوز بهذه المباراة لكن النكسس كان هو الفوكس في هذه المباراة وفريق كي كي يستطيعون ان يتفوقوا في هذا الفيرست جيم من هذه البيست اوف 5 1-0 سو فار لصالح الفريق السعودي لكن كانت جيم كلوز يتورن فعلا جي كي ما فازوا اخر ثلاثه اكشلي التيم فايت اللي قبلها الثلاثه كلها ما فازوا فيها بس قدروا يفوزوا في التيم فايت هذه مع انهم خسروا الدريك وراح عليهم السول واستفادوا منها يعني اي 9 المفروض كان المفروض يقدروا يستفيدوا منها بس ا فيري جود ماكرو ديشن صراحه من الشباب يعني بدل ما يعني انا لما طلعت في الجيم قلت اوكي بارون نشيل الانهبيتر شافوا انه والله التايمرز حق الدا تايمرز كانت صراحه مره عاليه قالوا اتس ا تشانس طبعا ليو ما يقدر يوقف 1 في 4 للاسف بغض النظر عن انه هو تانكي كويس فايز اللين حقه فايز في التيم فايتس ما حيقدر يقدر يوقف أربعة قدروا الشباب يخلصوا فيها الأربعة تاورز الأخيرة والإنهبتر والنكسس ويخطفوا فيها الفوز صراحة. بس الجيم الجاي واضح بالنسبة لي أنه حيكون برضو كده جيم فيه أخذوا عطا مرة كبير ما حيكون one sided زي الجيم هذا. Lovely day I'm very hyped صراحة وأتمنى نشوف مباريات جميلة يعني المباراة القادمة تكون أجمل من كده أو بنفس الطريقة أقلها يعني اكزاكتلي يا تونو ده الشيء اللي تحدثنا عليه قبل بدايه هذه المباراه قلنا على ان هذه البيست اوف 5 لن تكون وان سايدد من فريق واحد فدلتنا راينا على ان هذا الجيم كان ريلي كلوز وكان صراحه تستطيع ان تذهب لصالح فريق اي 9 لكن فريق كي كي يعملوا كونتيست للاست دراجون دين سيل يا سلام ولكن فاينلي استطاعوا ان يخسروا هذه المباراه اللاكي جيم صراحه لفريق اي 9 وجي جي وي بيس فريق كي كي. نعود الى استوديو التحليل ونراكم في السكند جيم.